طيب دي كانت أول جزئية النهاردة في ملعب الأهلي. الجزئية الثانية وقبل ما أروح لها يعني عندي برضو نقطة كده أتمنى يعني في يعني العميد ثروت سويلم مدير التنفيذي لاتحاد الكرة قال إن مباراة الوصل الإماراتي خسر النهاردة من أهلي دبي 3-2 ودي رصيده توقف عند 7 نقاط فخسارة يعني ممكن تبقى الثالثة أو الرابعة السنة دي يعني اللي هو يواجه الأهلي يوم 2 نوفمبر اسف الحد الجاي يوم 28 اكتوبر ان شاء الله على برج العربي يعني. قال ان العدد المسموح في مباراه الوصل الاماراتي 10,000 والنهائي لحد دلوقتي النهائي بيقول ان هو حوالي 40,000. اتمنى يا رب ان هو يوصل ل 60 و65 لان ده بيدي لك افضليه كبيره جدا وانت بتواجه قسم عنيد زي الترجي. اتمنى يا رب يوصل لعدد اكتر من كده بكتير.